احنا بداية لتدريبات لأعضاء المجالس المحلية، تعزيز دورهم في المجالس البلدية، وهذا مشروع راح يكون التدريب لمدة 5 أيام، والمشروع ممول من الجي اي زد، وإن شاء الله بتكون دورات يعني تفيد أعضاء المجالس المحلية لأداء دورهم بشكل أفضل إن شاء الله. أهم المحاور هو اختصاصات المجلس البلدي أو القروي وفقا للقانون، اختصاصات المجلس الوزراء، اختصاصات الوزير، اختصاصات الوزارة، واختصاصات رئيس البلدية ورئيس الهيئة المحلية في إطار قانون رقم 1 لعام 1997 الخاص في الهيئات المحلية، وكذلك التعديلات اللي حصلت في 2008 وما يرتبط بعمل الهيئات المحلية من قوانين زي قانون الأملاك، قانون المعارف، قانون ضريبة الدخل، وبالتالي كمان الأنظمة المتعلقة في الترخيص والبناء والمهن الصحية وما إلى ذلك، كل ما يتعلق باختصاصات الهيئات المحلية. دورة شيقة جدا على اعتبار اللي هي بتعزز قدراتنا ومعرفتنا بقانون الهيئات المحلية والمجالس البلدية والقروية. في بعض الأمور كثيرة يعني كنا نجهلها، نتأمل من هذه الدورة أن نكون على دراية كاملة من أجل العلاقة اللي بتربطنا مع المواطن.